مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الخامسة، وحدة المادة. الفصل العاشر، التغيرات والخصائص الكيميائية. الدرس الثاني، الخصائص الكيميائية، الجزء الأول. سنتعلم في هذا اليوم العديد من تحديد موقع الفلزات واللا فلزات وأشباه الفلزات في الجدول الدوري. ثانيا، توضيح الخصائص المختلفة لأنواع الفلزات القلوية والقلوية الترابية والانتقالية. ثالثا، بيان الاستعمالات المختلفة لأنواع الفلزات القلوية والقلوية الترابية والانتقالية. الفلزات واللا فلزات وأشباه الفلزات. لقد تعلمنا في الحصة السابقة عن الخصائص الفيزيائية للمادة كالكثافة واللون، اللمعان، التوصيل الحراري والكهربي والعديد من هذه الصفات. واليوم بإذن الله سنتعلم الخصائص الكيميائية، ولكن قد يتبادر في أذهاننا سؤال: ما هي الخصائص الكيميائية؟ ماذا نعرف عن هذه الخصائص؟ الخاصية الكيميائية هي طريقة تفاعل المواد مع المواد الأخرى، أو الكيفية التي تتفاعل بها المادة مع المواد الأخرى، حيث تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري على أساس بعض هذه الخصائص. فالعناصر في المنطقة نفسها تكون في الجدول الدوري لها خصائص كيميائية متشابهة، وبالنظر وبالرجوع إلى هذا الجدول الدوري الموجود في مرجعيات الكتاب في نهاية الكتاب، سنجد أن هناك عناصر الجدول الدوري لها ألوان مختلفة، وكل لون يدل على دلالة معينة كما هو موضح في الشكل رقم 1. فاللون الأزرق يدل على العناصر الفلزية، واللون الأخضر يدل على أشباه الفلزات، واللون الأصفر يدل على اللافلزات. الجدول الدوري للعناصر. كما نعرف سابقا بأن العلماء قاموا بتقسيم الجدول الدوري إلى أعمدة وصفوف، كما نلاحظ أن هناك 18 عمود رأسي، وبينما هناك 7 دورات أو صفوف أفقية. تم تقسيم هذه الأعمدة بناء على خصائصها المتشابهة الكيميائية، وأيضا نلاحظ بأن هناك ألوان مختلفة في هذا الجدول. فكما ذكرنا سابقا بأن اللون الأزرق يشير إلى العناصر الفلزية، واللون الأخضر يدل على أشباه الفلزات، واللون الأصفر يدل على العناصر اللافلزية. سنبدأ أولا بأكبر مجموعة موجودة في الجدول الدوري، وهي التي تحمل اللون الأزرق وتسمى بالفلزات. تقع الفلزات في الجانب الأيسر من الجدول الدوري، وتتميز بخصائص عامة وهي اللمعان، قابلية الثني بسهولة، التوصيل الحراري والكهربي. ولكن سنتعلم اليوم أنواع الفلزات وتصنيفها إلى 3 فئات، وهي فلزات قلوية، فلزات قلوية ترابية، وفلزات انتقالية. سندرس الآن الفلزات القلوية والفلزات القلوية الترابية. أولا، الفلزات القلوية وهي النوع الأول من أنواع الفلزات، وتقع في الجانب الأيسر البعيد من الجدول الدوري تحت عنصر الهيدروجين الذي لا يعتبر من الفلزات، وكما نلاحظ لونه في الجدول الدوري باللون الأصفر. ولكن من أهم العناصر الفلزية القلوية الصوديوم، الليثيوم، والبوتاسيوم، وجميعها تتميز بأنها عناصر لينة نشيطة، وتكون المركبات بسهولة بتفاعلها مع مواد أخرى، ولا توجد منفردة في الطبيعة، غالبا تكون في هيئة مركبات مع مواد أخرى. أما النوع الثاني من أنواع الفلزات هي الفلزات القلوية الترابية، وتصنف في الجدول الدوري في المجموعة الثانية أو على يمين الفلزات القلوية. ومن أهم العناصر في هذه المجموعة هو عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم، وهذان العنصران يعدان
عنصران أساسيان للعديد من المخلوقات الحية. أما بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الفلزات تسمى بالفلزات الانتقالية، وهي تحتل مساحة كبيرة من الجدول الدوري وتقع في وسط الجدول الدوري، وأيضا تقع على يمين الفلزات القلوية الترابية. ومن أهم ما يميز عناصر هذه الفلزات الانتقالية بأنها قاسية، صلبة، لامعة، وتتفاعل ببطء مع المواد الأخرى، ولذلك نرى بأن لها استخدامات عديدة في حياتنا اليومية كصنع النقود والمجوهرات والآلات والعديد من المواد الأخرى. من أهم عناصر هذه المجموعة عنصر النحاس والحديد والذهب. كما نلاحظ أيضا هناك فلزات انتقالية وفلزات انتقالية داخلية تقع في أسفل الجدول الدوري. أشباه الفلزات هي عناصر كيميائية لها خصائص متوسطة بين الفلزات واللافلزات، وتقع في الجانب الأيمن من الجدول الدوري، أي تتوسط العناصر الفلزية والعناصر اللافلزية، ويكون لونها اللون الأخضر. من أهم عناصر هذه المجموعة عنصر السيليكون والبورون، فمن صفاتها بأنها تشترك مع الفلزات واللافلزات، مثلاً بأنها شبه موصلة للكهرباء، فهي توصل الكهرباء عند درجات حرارة عالية كالفلزات، ولكن عند درجات الحرارة المنخفضة جدا لا توصل الكهرباء، فهي تشبه اللافلزات. تدخل هذه العناصر معظمها في الصناعة كالسيليكون الذي يستخدم في صناعة شرائح الحاسوب ومعدات إلكترونية أخرى. النوع الثالث من أنواع العناصر الموجودة في الجدول الدوري تسمى باللافلزات، وهي تقع في الجانب الأيمن من الجدول وتكون باللون الأصفر، وتضم العديد من العناصر كالأكسجين، الكربون، الهيدروجين والنيتروجين. تتميز العناصر اللافلزية بصفات تكون عكس العناصر الفلزية، مثلا بأنها ضعيفة التوصيل للحرارة والكهرباء، أي رديئة التوصيل الحرارة والكهرباء، بالإضافة إلى ذلك بأنها توجد في صورة غازات عند درجة حرارة الغرفة، وتوجد أيضا في شكل مواد صلبة ولكنها هشة ضعيفة سهلة الانكسار، ويوجد هناك عنصر واحد في حالة سائلة وهو عنصر البروم. نستطيع أيضا أن نصنف اللافلزات إلى تصنيفات، أولا الغازات النبيلة وهي توجد في أقصى الجدول الدوري من الجهة اليمنى أي في العمود الأخير، وتسمى بهذا الاسم لأن تميل إلى عدم الارتباط بالمواد والعناصر الأخرى في الظروف الطبيعية، فهي لا تتفاعل مع العناصر الأخرى في هذه الظروف، كما أن لها استعمالات كثيرة في حياتنا اليومية. نستطيع أن نرى عنصر الأرجون في المصابيح الكهربية وغاز الهيليوم في المناطيد والبالونات، كما أن يستخدم النيون في إنتاج ألوان لامعة خاصة عند تعرضه للكهرباء. التصنيف الآخر من عناصر اللافلزات تسمى بالهالوجينات، وهي تقع على يسار الغازات الخاملة أو النبيلة، أي تقع بجانبها على يسار هذه الغازات. ومن أهم العناصر التي تتميز في هذه المجموعة هو عنصري الكلور والفلور، حيث أن الكلور يعتبر من العناصر اللافلزية النشيطة جدا، حيث يرتبط مع الصوديوم ليكون كلوريد الصوديوم أو ما يعرف بملح الطعام. النشاط التقييمي: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي: أولاً، أي الخيارات الآتية يبين خصائص معظم الفلزات الانتقالية؟ لينة ولامعة، قاسية ولامعة، أم سريعة التفاعل مع المواد الأخرى، أم لا تتفاعل نهائياً مع المواد الأخرى؟ الإجابة الصحيحة ب: قاسية ولامعة. ثانياً، أي العناصر النبيلة الآتية يستخدم في المناطيد؟ ألف الأرجون،
ب النيون ج الهيليوم د الكريبتون. الإجابة الصحيحة هو الهيليوم. ثالثا، ما المسبب في استخدام أشباه الفلزات مثل السيليكون في صناعة شرائح الحاسوب؟ ألف موصلة للحرارة، باء قاسية، جيم نشطة، دال شبه موصلة. الإجابة الصحيحة هي شبه موصلة للكهرباء. تابع النشاط التقييمي، أجب عن الأسئلة التالية. رابعا، ما هي أهم خصائص اللافلزات؟ يوجد معظمها عند درجة حرارة الغرفة في صورة غازات أو مواد صلبة هشة سهلة الانكسار، ومعظمها رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء. خامسا، التفكير الناقد، لماذا تعد الفلزات القلوية غير آمنة عند التعامل معها ولا توجد منفردة في الطبيعة؟ لأنها عناصر نشطة شديدة التفاعل. انتهينا من الجزئية الأولى من درس الخصائص الكيميائية.